سي طاهر. العيال نامت يا طاهر. والله وابوك كمان نام. طب بتصحيهم؟ ايه لا بس يا راجل، داني ما صدقت انهم ناموا عشان يروق لنا الجو ونبقى براحتنا. يا سلام، الله يسد نفسك يا بعيده. ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ في واحده جوزها يبقى مسافر بقاله اكتر من شهر، ولما يرجع تلبس له الجلابية دي وعليها الإشارب ده ويبقى ريحتها طبيخ منتن. المهم الحشو يا سي طاهر. الحشو؟ طب كلميني على حاجة ما نعرفهاش. خدي خدي يا ولي إزازة الريحة دي بدل اللي انت بعتيه. حاضر يا سبعي. الله روشي نفسك كده، روشي نفسك. أنا عايزك تتصلي بالمطافي وتقول لهم ييجوا كمان ساعتين. وانا أقول لك 3 ساعات. ليه كف الله الشعر؟ اصل المرتبة دي هتولع النهاردة. اصلاني هعمل زلزال في البلد كله وحوقع البيوت اللي حوالينا. كده لو قلت لي الجواز حلو ولا وحش ولا مش عايزه تطمنيني انت بصراحه. قلقانه يا حسام وقاعده بفكر. انت بتتكلمي جد يا سلمى؟ قلقانه من ايه؟ يعني خايفه من روتين ما بعد الجواز. روتين ما بعد الجواز؟ يعني ايه روتين ما بعد الجواز؟ كل البنات اللي اتجوزوا بيقولوا ان الجواز شهر العسل وبس، وبعد كده كله ملل وروتين. كله ملل وروتين؟ يا سلام، الكلام ده مش معايا يا ماما. ها انت معاك يا حسام. انا شخصيا شخص متغير، احب التغيير واموت فيه زي عينيا. يا سلام، بتحب التغيير؟ انت بعد شويه تيجي تقولي انا بحب واحده تانية وعايزه اتجوزها. شفت انت سيئت الناس ازاي؟ شفت انت سيئت الناس ازاي؟ انا اقصد التغيير، يعني هتلاقيني بفاجئك. يوم هقول لك يلا سلمى حضري الشنطه هنسافر دلوقتي، يوم هقول لك البيت بقى ده متقيل يلا نغير البيت، يوم هقول لك يلا نعمل اي حاجه، المهم مش هيجي لك لا زهق ولا ملل ولا روتين ولا الكلام الفاضي ده كله. المهم انت بقى ما تقعيش في الاخطاء اللي بتقع فيها البنات الثانيه اللي اول ما تتجوز. ها اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله البنت من دول تبقى هتموت على الجواز. اول ما ربنا يكرمها براجل تبتدي تتنمرد بقى، اول ما ربنا يكرمها وتخلف تنسى جوزها ده خالص، اكنه جدي قاعد في البيت كل الوقت لولادها. طب بس ده طبيعي يا حسين؟ يسلم. لا طبعا مش طبيعي، الست العاقله هي اللي تقسم وقتها ما بين جوزها وبين ولادها. الراجل مننا برضه يا سلمى يحب يتدلع يتشخلع يتقال له كلمه حلوه، صح ولا غلط؟ ايوه، بس انتوا برضه لازم تعرفوا ان الولاد بياخدوا من وقتها ومجهودها كتير. انا شخصيا حغير حتى من ولادي. خلاص يبقى بلاش ولاد من اساسه. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده لحسن ربنا يحرمنا من النعمه دي. ده انا هموت مستني اليوم اللي تيجي فيه سلمى صغنونه كده اقعد العب بيها. شفت بقى اديك قلتها، انت هتقعد تلعب مع سلمى الصغيره وهتسيب سلمى الكبيره لوحدها. انا هقعد العب مع سلمى الصغيره واسيب سلمى الكبيره؟ طب ايه رايك بقى ان انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي؟ ايه يا حسين؟ ايه اللي يا حسين؟ في ايه؟ وانا جاي من جامعه الدول العربيه؟ انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي. قومي يلا قومي يلا تعالى. ما هزعق يا جماعه، انا هلعب مع سلمى. شو عجبتك ولا لا؟ ما قلت لك انا صفقه لك، يعني لك عجبتيني؟ ده انت ب 100 راجل. ايه انا 100 رجال؟ خرب ذوقك. لا انا ست الستات. بعدين حبيبي بزنس از بزنس، بما انه انت كوريكت معي لهلا بتعطيني حقي بعطيك حقك. حقك محفوظ وزياده هبابه. هبابه؟ شو يعني هبابه؟ اشرحها كيف دي. هبابه يعني عندينه زياده حبتين. زياده حبتين؟ ايه حبيبي. إيه انا كثير بحب الهبابه. بتعرفي لو ما عديش شغل في مصر كنت ما سبتكيش واصل. يا محتال رح اشتاق لك، ما تعمل مثل هالمره وتغيب عني كثير. بقول لك ايه،
ما تيجي حدايا لمصر حطك في عينيا التنين. ايه هو العينين اللي عندك لقلي اصلا ومش راح روح على مصر. ليه؟ علشان تشتقلي اكتر. صح صح الصبح. كيف يا ابوي؟ كيف يا ابوي تهون عليك حكمة تثمن البيت وانا في غربتي بين الحياة والموت؟ ما انا حكيت لك اللي حصل يا ولدي وقلت لك انها هملت البيت ومحدش فينا كان هني واصل. استهدى بالله يا دياب، استهدى بالله. ولد ابوي واللي اتكسر يتصلح. انت بالذات ما تتحددش معايا دلوك، لحسن العفاريت كلها بتبدا تطفو وشي. عيب يا دياب لما تحدد اخوك الكبير كده. وعاوزني احدده كيف يا ابوي وهو السبب في اللي حصل؟ انا دياب؟ ايوه انت. لو كانت مراتك نجيبها عامله لك حساب ولا حتى قيمه بين الخلق ما كانتش اتعركت معاك وخلتها تامن البيت في الخاش مكان. واه انتوا التنين حتتعركوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ بالاذن يا ابوي. على فين يا ولدي؟ رايح اجيب مرتي. استنى هنا، جابر اخوك ومرته نجيبه حياجوا معاك. انتوا مهما كان خوات والدم عمره ما يبقى ميه. عمرك يا ابوي، عمرك كبير. نجيبه انت من؟ تعالي. خلصي جاية. نعم يا سيد جابر. تلبس خلقاتك هنطلع البيت التراجنة صالح بيتهم تحب على راسها كمان. أيوة يا سيد جابر. بس ما بسش يا كده تلم خلقاتك وتطلع البيت أبوك لحد ما وركتك توصل لك. هي حصلت؟ حصلت ونص وثلاث أربع. الكلام اللي قوله تنفذ من سكات. فهمان يا بالتعلام ولا فاهمك؟ أوامرك يا سيد الناس. مش مبسوطة قوي؟ مش حال لو ما بقلناش اسبوع متجوزين يا سلمى. اسبوع بالنسبة لك فاتوا كانهم اسبوع؟ اه. انا بقى بالنسبة لي كانوا يوم. ايه رأيك بقى؟ شفت انا احسن منك ازاي؟ اه بتكسفيني. طب ايه رأيك بقى ان انا فاتوا عليا كانهم ثواني؟ اشمعنى؟ ساعتي واقفة. ساعتك واقفة يا حسين؟ سلمى. ماشي. ايه يا حبيبتي؟ سلمى. ساعتك واقفة؟ سلمى ما ينفعش كده، الناس بتبص لك. سلمى. يا سلمى ما تجرنيش وراك يا مساح. سلمى. يا سلمى. سوري. سلمى ماي وايف، نيو وايف. مي وايف شي لفت مي اندران وذا بسكليتا. سلمى يا دي النور يا دي الهني، شقتنا البركه، نورتوا البيت يا اعز نسمة. الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك يا حكمة. كده برضك تعمل بيتك وانا غايب؟ طب اعمل حساب الغربتي بتناسي او لا بيه لغايه ما ترجع ونتحدد. بتجوزك بجبيتك مالكيش غيره. ايوه بس فيه ناس شايفين ان هم احج مني بالبيت دي. اسمعي يا بنت الناس، ده انت مرتي وست البيت كله، واللي ما يعجبهوش شيء الباب يفوت جمل. هاي نجيب، رايك ايه في الكلام دي؟ رايي؟ لا الراي راي سيد جابر، انا ما تعودتش اكسر له كلمه. يعني موافقه نبقوا حبايب ولا لسه ناوي على الشر؟ لا يا اختي احنا حبايب. ده انت فهمتني غلط. يا ريت اكون فهمانه غلط وظني ما يكونش في محله. خلاص عاد يا حكمت، المسامح كريم يا بنتي، واحنا برضك اهل. وبرضك مديتهم لحد هنا تسوى كتير قوي يا حكمت. نجيبه حب على راس حكمت، ام امال ام لجن متصطفوا مع بعضكم. خلاص صفيانا من غير ما تحب، وجيتكم على راسنا من فوق، احنا ناس بنفهم في الوصول. يعني هترجعي على بيت جوزك؟ بكون خدامه تحت رجليه كمان طالما شاريني وباقي علي. ده انت تتحطي في العين وعلى الراس كمان. ربنا يديم المعروف يا اولاد.
وعشان دوام المعروف يا صادق بيه والقلوب تصفى، انا عاوزك تدي حكمة حقها في ورث ابوها. يا من احنا ومن مال ومديار؟ ما الحكمة تبقى مالي، واللي يتعدى عليه يبقى بيتعدى علي، وده ما قبلهوش خالص. ياب نتكلموا في الموضوع ده بعدين. براحتك يا صادق بيه، بس لازم تعرف انا ما تعودتش افرط في حقي خالص ولا في حق مرتي. حكمة قومي لمي خلقاتك عشان نروح البيت. امرك يا ستياب. ربنا يخليك لي يا سيد الرجال، وما يحرمنيش من شدتك وقوتك في الحق. انا قلت لك لو ليكي حق فخر الدنيا حاجي بفولك. الهي ما يحرمني منك واصل، بس انا لي عندك طلب كمان. امري. اخويا محروس عايزاك تحادي عليه وتعلم الشغل معاكم. ومش الشغل دي اللي قلتلي عليه خطر ما عاوزانيش اشتغل واصل؟ انت قلتلي انك كبير ولا ممكن تتضر فيه واصل، عاوزه محروس يكبر واسطيكم. اطمني يا ستي، من الليله دي بيجي محروس اخويا الصغير غيره. الا بقول ايه، انت هتسهر مع الرجاله الليله ولا هتاجي بدري؟ لو ما عاوزانيش اطلع واصل ما اطلعش. لا اطلع لهم شوي على ما اجهز نفسي يا عريس. ايوه كده يا عروسه. بقول ايه، هاتي حبه. سيدياب انا بستحي. يا سلام يا بنتي يا نجات، لو ابوك يديني فدان ارض من اللي عنده. كنت هتجندل بيه ايه؟ كنت هعمله مزرعه فراخ ما حصلتش. روح اتردم، ده انت الدهب في يدك بيبقى تراب. اباي انا؟ ايوه انت اللي ما فلحت في شغلانه من ساعه ما اتجوزتك، وكل مشروع تعمله تخرب وتقعد على تله. يا مره يا مره، بس انت كلم ابوكي وقولي له يديني فدان ارض وسيب الباقي عليا، وانا هخليك تلعبي بالفلوس لعب. لو انا كنت استاجرة تكري قطع رقبتي قطيح. ما هو عارفك فاشل من يومك يا دكتور البهايم. زكي نام يا زكي، نامت عليك حيطة. طب يا اختي نامي نامي زكي جالوس طين. انت هتنام ولا ايه يا راجل؟ ياه شايفة اني تعبان طول النهار في المنحل بتاعي. ما ينوبك مني الا تجريس طول النهار. هذيك انت قلتيها، ها؟ وكل ده ليه؟ لاني ما حلتيش. بهلك يا بنتي اعتماد، لو ابوك يسلفني القرشينات كنت عملتيه، كنت صدرت العسل كل الولاد بره. يا اخويا صدروا الجوه الاول. يا مره قولي لابوكي بيحبك وما يرفض لكيش طلب. اقول له يا جندلي. قولي له يسلفني القرشينات او حتى يشاركني، اهو يبقى سيدنا في دقيقنا. انت عارف ان ابويا ما بيحبش الشراكه وما يحبش يشتغل حاجه ما يفهمش فيها. خلي زيتك ودقيقك لحالك يا شديد. ده طب اتغمدي يدك الهم. مش هتقعد معايا شويه؟ لا ما قعدتش، اقعد انت لحالك. تصبح على خير يا ست هانم. تصبح صاحي يا شديد. داد اقول لك ايه، كبسي لي ظهري، اعملي لي اللي هيقولوا عليه المساج ده. مساج ايه؟ هو انا في حل يا فرج؟ ده انا مهدوده طول النهار من الطبيخ وتنظيف البيت. يعني انا اللي كنت بلعب ماني طفحان الدم من صباحيه ربنا. ايوه بتلعب، مش انت برضو ندرس العاب؟ يبقى بتلعب يا فرج، ويا ريتك بتكفي بيتك. طب عايزاني اعمل ايه يعني وانا مدرس العاب وما عنديش غير ماهيتي اللي باخدها من الحكومه؟ تدي دروس خصوصيه زي بقيه المدرسين ما بيعمل. دروس خصوصيه ايه يا مقبوله انت؟ هو في مدرس العاب بيدي دروس خصوصيه؟ انت كيف يعني؟ اقول لك تعمل للعيال امتحان صعب ما يعرفوش يحلوه، تقوم انت مديهم درجات زي الزفت اخر الشهر، وتنكد عليهم هم واللي جابوه. طب وبعدين يا فلحه؟ ولا قبلين هيجوا جري عليك ويقولوا لك والنبي يا استاذ عاوزين ناخد عندك درس خصوصي عشان تديهم درجات حلوه. ايه رايك في الفكره دي عاد؟ فكره جهنميه. يا سلام عليك يا وداد، يا ريتها كانت خلفت منك عشرة. بقول لك ايه، نامي نامي تصبح على خير وسيبينا. نام نامي نام نام يا حزني.
ايام الكليه بقى كانوا ركبونا من غير سرج ومن غير سرعه. ياما طلبت دغدغه صف الضابط يقول لك اركب، تعملي ايه؟ لازم تركب. ماشي يا زهر، هو ده اللي علمنا ركوب الخيل. ايه ده؟ مين الرزق اللي بيكلمني دلوقتي؟ بسرعه حبيبتي لازم ارد. الو يا طاهر، ايه الاخبار؟ طمني. أنا عرفت ميعاد ومكان العملية الجديدة. خلصني. المكان عند البحر الأحمر على الحدود مع السودان. والميعاد إمتى؟ يوم الثلاث الفجر. طيب أبقى أكلمك تاني عشان أعرف كل التفاصيل. ها؟ الله كريم، سلام. سلمى عندي ليكي خبر باين. إحنا لازم ننزل مصر دلوقتي حالا. إيه في إيه اللي حصل؟ معلش عندي مأمورية مهمة جدا، لازم أبقى موجود في مصر الليلة دي. بس احنا ما كملناش اسبوع. ليكي عندي اول ما تخلص المأمورية نرجع نقعد اسبوع اتنين شهر اتنين زي ما انت عايزه. زعلانه صح؟ خالص. اوامرك يا ست الرائد، انا اعمل ايه يعني؟ ما هو شغل. انا عملت اتصالات بقوات الجيش وحرس الحدود عشان يساعدوكوا في المأمورية، واظن كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه بالظبط. ان شاء الله يا فندم باذن الله. اهم حاجه عندي السريه في تنفيذ العمليه والقبض على المهربين وهم متلبسين. مفهوم؟ تمام يا فندم. اي اسئله ثانيه؟ ما اعتقدش يا فندم. تمام ان شاء الله. شكرا. اتفضلوا وربنا يوفقكم. استنى انت يا حسام، عايزك. اتفضلوا. يا حول الله يا رب. واحنا يعني ولاد البطه السوداء؟ برضه بتقول ايه؟ اشمعنى يعني سياده الله عايز حسام على انفراد؟ ولا هو ما فيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا عشري؟ ما تبص في طبقك مش طبق غيرك. طبقي؟ هو ده بيكفيه طبق؟ ده مكوش على الحله بحالها ومش سايب لنا غير الفتافيت. يا ساتر يا رب، ده انت نفسيتك زباله. يا ابني حسام ده اكتر واحد بيتعب في الاداره دي، وما شاء الله سجل ابيض وزي الفل من ساعه ما اتخرج، وبعدين قلبه جامد وما بيخافش، وده اللي منجحه ومخلي كل الظباط نفسهم يبقوا زيه. الا انا مش عايز ابقى زيه حتى لو عصت. والله ما هتبقى ربعه. اوعى. انا فرحان قوي يا حكمه ان هشتغل مع دياب ويبقى ليا قيمه وسط الخلق. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك واصل. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ ده انت اخويا والدمي وابويا واللي عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا دي كلها. عارفه يا حكمت، من ساعه ما قلت لي ان دياب وافق يشغلني معاه، عارفه انا حسيت بايه؟ حسيت بايه يا محروس؟ حسيت اني اتبدلت، ما بقتش محروس بتاع زمان، وان قلبي قوي والخوف ما بكيش ليه مكان جوايا. خلاص جه الوقت اللي هفك فيه القيد اللي مقيدني بيه صادق بيه. للدرجه دي يا محروس؟ واكتر يا حكمت، واكتر. صادق بيه ما هيبقى لهوش كلمه علينا من بعد النهارده، ولا هيتحكم فينا تاني واصل. أنا مش مصدقة وداني. أنت يطلع منك كل دي؟ لا، صدقي يا حكمت، صدقي. ولازم أنا وإنتي ودياب نبقوا يد واحدة لحد ما نرجع ورسابونا اللي نهبوا منينا صدق بيه. صح يا محروس، واللي اتاخد بالقوة لازم برضك يرجع بالقوة. وإحنا قوتنا فينا طول ما قلوبنا على بعضينا. بس أنا ليه عندك طلب؟ اطلبي. عاوزاك تطور رقبتي عند دياب وتعمل كل اللي يقول لك عليه. طمن يا حكمت، طمن. دياب ده مش جوز اختي وبس، لا، ده في مقام اخويا الكبير كمان. وربنا وحده اللي يعرف محبته قد ايه في قلبي. وهو كمان بيحبك وبيخاف عليك قوي قوي وبيعتبرك زي اخوه صغير. ربنا يديم المعروف بيننا وما يبعدناش عن بعض واصل. يا رب يا محروس. شفت يا محروس ازاي بندخلوا البضاعة؟ شفت؟ واوعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. ازيك يا سي جابر؟ ازيك يا محروس؟ كيفك؟ الحمد لله. مش معانا يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. تتفرج محروس على الشغل، هو بيجي واحد منينا. بالك انت؟ دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل. لا يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس، وبعدين يروح ياكل حمام وينام.
جابر ده ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع. ونسيت اياك. لا ما نسيت شيء. أمو يا رجالة قوام قوام. ده انا عايزك تقلقي وتتخضي وترجفي كده تعملي ممكن كده ممكن يلا بقى عشان هتاخر على طب ما انا جاهز اهو انت هتخرج معايا وانت فورمال كده وانا ايه فورمال فورمال دي انا يعني اخرج معاكي بالبيجامه يعني يا سلمى لا يعني بس احنا لسه في الاول فكها شويه افكها اعمل ايه انا اروح اتعشى معاكي بالمايو لا يعني بس مش عارفه يعني ممكن نلعب في صورتك شويه نلعب في صورتك يا عصلت طب يقولوا عليا ايه في الاداره لما يسمعوا نلعب في صورتك دي ما تقلقش صورتك مش هتتهز يا حضره الضابط اتفضلي العبي في صورتي عايز تعملي ايه يعني ممكن نلعب الكرافات دي مثلا نلعب الكرافات ده انا شقيت عقبال ما اجيبها ده انا ما صدقت اربطها ده ربطتها بتغلب يا سلمى ممكن نقلع الجاكيت خالص نقلع الجاكيت الله انت ناوي على ايه؟ نخلع الكرافات والجاكيت هنغير يعني؟ وريني كده ايه نفك ده كمان مش كده ونفك الكمام برضه صح؟ مش كده؟ الواحد حتى يبقى دماغك مش ساره ولا ايه؟ الدولاب عندك نقي اللي انت عايزاه يعني انا مش انا ارمى ارمى لدوس ترارا لم كل العشاق خدوا مني خدوا مني دروس طار الغلام نادى ملاك الموت وناديته شتى خط عليك يا زين خطفك ولم فتى يا عطير ومتربرق غطى الله يرحمك يا جابر انت ومحروس ويفك سجنك يا دياب وكان مستخبينا فين ده كله يا ربي والله وجدكم على الطبطاب يا ولاد علام بركة دعوين عليهم جهزك يا همام لحد يسمعك اه يا جابر يا ود عمي الله يرحمك يا جابر يا ود عمي ويدجش الطوبة اللي تحت راسك اه يا اخوي يا ود امي وابوي انقطم ظهرنا وتكسر صلاتنا وسط الخل منصوري صغير تيتا من يا خوفي من اللي جاي يا خوفي من اللي جاي ربنا يفك حبسك يا دياب عشان ترجع تاخد بيدنا من النيلة السودا دي يا حزني ويا سواد ايام اللي جاي جوايا نهر لو طلعت هتحرق الدنيا كلها موت محروس قفل صفحة هنا فتح صفحة مرار اليوم الحزن أنا اللي قلت له أنا اللي قلت له يروح معاهم المشوار ده كنت
كنتش عارف انه اخر مشوار هيعمله في حياته. انا السبب، انا السبب. ليه هو بالذات؟ ليه يا رب هو بالذات؟ محروس ده كان ولدي اللي مخلفتوش، تعشمت لما يكبر ويجوى تسند عليه. ليه هو بالذات؟ ليه؟ يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده، يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده. نشفت دموعي، قلبي بيبك عليهم ده. حياتك الباقي يا طاهر. يا نهار اسود، ازاي مش حمل عيني بسيدي جابر ده؟ انا حاسس ان ابوي هو اللي مات النهارده. طيب اهدى يا طاهر، مش كده؟ اهدى ازاي؟ اهدى ازاي واني مش حيهلاني عيشه غير باوامره؟ يا براري من بعدك يا سيدي جابر. حكمة ربنا يا طاهر. يا طاهر، امال راجل مش كده؟ يعني هي جت علي، سيبوني اعيط وفيش غليلي. هو الكبير فين؟ الكبير فين؟ عايز اعزيه. الكبير فين؟ اكتب ياد انت وهو، محدش يبكي انه واصل. البقية في حياتك يا سيدي منصور. مع وش كتر كلام وحديد، انتوا ايه اللي جابكوا هنيه دلوق؟ جينا نعمل الواجب يا كبير ونعزوك في ولدك جابر ونطمن على دياب. اياك اسمع كلمة عزة دي، حق جابر ودياب لازم يرجع الأول وبعدين نبقى نفكروا في عزة. وحقهم عند مين يا كبير؟ عند الحكومة. الحكومة؟ أيوة عند الحكومة. مش هم اللي قتلوا ولدي جابر وقبضوا على ولدي دياب؟ يبقى لازم ناخد طاري منهم الأول. أيوة يا كبير، بس الحكومة إيدها طايلة، ولو قابلناهم الشر بالشر هيبقى فيه طار بيناتنا وحمام دم ما يخلص واصل. ما ارتاحش ولا يهدى لبال الا ما اخد طارم اللي أزو عيالي. تعرف حد بعينه يا كبير؟ ايوه، قول لي عليه وانا جرجشه بسناني. الضابط اللي كان مسؤول عن العمليه. طب اسمه ايه الضابط ده؟ اسمه حسام الهلالي. يا وجعته السودة. طب قول لي هو فين وانا طخه عيارين اخد بطار سيدي جابر. اخرس، انت مين انت عشان تاخد بطار جابر؟ كل شيء بأوان، ولسه في الميري، يبقى لازم نرتب وترتيب علشان ما نضرب ضربتنا وناخده طارنا من غير الحكومة ما تمسك علينا زلة. هو دي الكلام الموزون يا سيدي الناس. أيوة، بس لازم نعرف الأول مين الخاين اللي واشى بينا عند الحكومة، مين الجبان اللي دخل الحكومة وسطينا. لازم نعرفه علشان ما صب شر جوا حلقه واخرس طول عمره. ويا ويله مني، يا ويله مني. أكلة سمك بقى. حسام باشا، ازاي حضرتك؟ المكان كله نور. اهلا وسهلا. انا ابراهيم يا فندم، حضرتك نسيتني ولا ايه؟ ابراهيم. ايوه، حضرتك اللي شغلتني هنا، وصيت عليا المستر فؤاد ومدام جيهان علشان اشتغل. ازيك يا ابراهيم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، ربنا كرمني الحمد لله وخطبت وان شاء الله هتجوز قريب. بسم الله ما شاء الله، مبروك يا ابو خليل. الله يبارك فيك. طبعا كل ده يرجع لحضرتك وجميل حضرتك عليا. ما تقولش كده يا ابو خليل، احنا مجرد اسباب، ربنا يا عم هو اللي بيعمل كل حاجه. ربنا يخليك. بقول لك يا ابو خليل،
عايز أكلة سمك بقى على ذوقك وتتوصى بالكاليماري يا سيدي، كاليماري عشان المدام ما تزعلش، ولو اسمه صبيت يعني عشان المدام بتموت فيه. ألف مبروك على الجواز يا فندم. ألف مبروك يا فندم. عايز أقول لحضرتك إن زين ما اخترتي حسام باشا، يعني راجل ونعم الرجال، ربنا يا رب يسعدكم. ده كتير أبو خليل، ربنا يكرمك. بقول لك أبو خليل توصى بقى بالأوردر بسرعة، ها ومش هوصيك يعني، ها هم أوراق ماشي. تسلم، تعالى حبيبي. شكله بيحبك قوي، انت عملت له ايه بالظبط؟ زي ما قال شغلته هنا في المحل. تعرفه من قبل كده؟ اه، قبضت على ابوه حبسته. ايه، قبضت على ابوه بيحبك كده؟ اه. ازاي يعني؟ بعد ما قبضت على ابوه الواد جالي واشتكى لي انه في رقبته كوم لحم، وقال لي الحكايه والروايه وانت فاهمه بقى الجو ده. عملت تحريات لقيت فعلا الواد ظروفه تصعب على الكافر، توصلت له عند الاستاذ فؤاد ومدام جيهان اصحاب المحل وشغلته، وهو الحمد لله خطب وهيتجوز وربنا كرمه. اهلا 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 حسام باشا. فؤاد بيه ازاي حضرتك؟ والله لسه في سيرتك بالخير اهو. الله يخليك. منور المحل يا حسام باشا. ازيك يا مدام جيهان؟ ازي حضرتك؟ الله يسلمك. اقدم لكم سلمى مراتي يا فندم. الف مبروك يا هانا. ميرسي. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حسام بيه. لا بس انا زعلان جدا ان انت ما عزمتناش. والله غصب عني، في حاجات انت عارف في الافراح والزحمه دي بتفوت الواحد، فسامحني معلش. عموما هي ملحوقه. ملحوقه؟ ملحوقه ازاي يا فندم؟ اوردر معاليه والهانم وكمان عليهم تورته هديه من المحل بمناسبه جوازكم. اه بس ده كتير يا فؤاد بيه، ما صحش كده يعني. بالعكس ده صح جدا. ربنا يخليك يا فندم. ده اقل واجب نقدمه لراجل محترم وصديق عزيز زيك. ربنا يخليك يا مدام جيهان. ومبروك للمره الثانيه يا مدام. بجد انا بهنيكي على جوازك من حسام، ده من الناس القليلين المحترمين قوي اليومين دول. ربنا يخليك يا فندم. طب ما تتفضلوا يا فندم معانا. لا 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 ما ينفعش خالص، انتوا قرسان جداد، اقعدوا براحتكم كده مع بعض من غير عزول. متشكرين يا فندم. يلا عن اذنكم. يلا بون ابيتي مره ثانيه. سي يا فندم، ربنا يخليك. هو في ايه؟ انت دافع لهم كلهم فلوس عشان يتكلموا كويس عنك قدامي ولا ايه؟ حاشا لله، بمحبه والله، ربنا يحبب فينا خلقه يا رب. انت مش واخد بالك من حاجه؟ حاجه؟ اسمها جيهان. صاحبة المحل؟ اه اسمها جيهان. انت واخد توكيل جيهان ولا ايه؟ اه يا خبيث، ده انت قلبك اسود يا سلمى. اه واخد توكيل جيهان، ايه رايك بقى؟ البقاء لله يا معلم منصور. البيه في حياتك يا كبير. كلنا ليها بشوات، الموت علينا حق. طبعا انت عارف ان ابنك جابر الله يرحمه مات اثناء القبض عليه، هو بيحاول يدخل كميه كبيره من السلاح لمصر بطريقه غير مشروعه، وكمان تم القبض على ابنك الثاني دياب. وده طبعا بيثير الشكوك حواليك يا كبير. حواليا يعني؟ النيابه امرت باستدعائك للتحقيق، بس طبعا بما انك كبير الناحيه فضلت ان انا اجي اقدم واجب العزاء وابلغك بنفسي. وايه المطلوب دلوقتي يا باشا؟ انك تيجي معايا على مصر علشان تحضر التحقيق. دلوقتي؟ وده وقته؟ عندك مانع يا معلم منصور؟ ايوه عندي. حضرتكم شايفين ناسنا واهلنا وحبايبنا جايين يواسونا في مصابنا، ما يصحش اهملهم وامشي. وبعد كده هنطلع كلاتنا على الطراشنة، هنعزف محروس والدخو سادق بيه. يبقى توعدني بعد ما يمشوا الاهل والخلان والحبايب وتعزي صادق بيه انك تيجي معانا على مصر. لو كان لنا عمر ان شاء الله. وانا في انتظارك، والبيه في حياتك مره تانيه يا كبير. السلام عليكم. قدرت ايه المبلغ اللي قال لك عليه الحاج منير؟ طبعا يا زيزو، انا اقدر اتاخر ولا ايه؟ النهارده يا حبيبي 10 20 25 اهو. الف شكر يا منير، ان شاء الله اول ما الظروف تتحسن اردهم لك على طول. حبيبي ربنا يسدد ما عليك. بس استنى من فضلك، دي واحده بس هبل. ربنا يسدد ما عليك يعني؟ تمضي لنا كده على الورقه دي. دي ورقه ايه؟ ده وصل امانه. انت بتخوني يا منير؟ عايز تمضى اخوك على وصل امانه؟ مش ده شرع ربنا؟ اه شرع ربنا. طب خلاص، ربنا قال ايه؟ اذا تداينتم بدين فاكتبوه، واحنا بنكتبه اهو. بس يا منير انا مركزي حساس، ودي اول مره امضي فيها على وصل امانه. يا عم فيها ايه؟ اشفط بطنك وعدي وما تخافش، اول مره ده ايه؟ وبعدين ما نضمنش بكره هيحصل لنا ايه، الموت من الحياه. ماشي يا منير، ما المضطر يركب الصعب. اركب يا حبيبي. استنى بس متاكد يعني. استنى مركب. تعالى معتز. سوري يا بيبي تاخرت عليك. ولا يهمك يا حبيبتي، منير كل شويه عمال يسالني اخبار حلة امه ايه. عمر
اسم الله عليك، هو في غيره؟ أدينا هو بحاول أقنعه يطرد السكان ويبيع العمارة. آه، عارفة لو ده حصل يا لولا، يا سلام. حيحصل، وحياتك عندي لا يحصل. حيطرد السكان ويهد العمارة ويبيع الأرض كمان. عارفة، عارفة أرض زي دي في الزمالك ودلوقتي تعمل لها كام؟ ملايين، ملايين يا بيبي. بس ازاي بقى الملايين دي تبقى في جيوبنا احنا؟ لا، سيب ده بقى عليا انا مخططه لكل حاجه. ازاي بس يا لولا؟ لا، دي بقى مفاجاه. يا خوفي، يا خوفي من مفاجاتك لا تطلع مضروبه وتطير مننا السبوبه. ودي تيجي برضه يا مليجي، ده انا لولا وفي كل حاجه بطلع الاولى. السلام عليكم يا عم جابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عمر. ايه؟ حيط امي؟ اقعد مكانك، انت هتتوتر ولا ايه؟ انت خالي. قشطة عليك، خالك وخالتك وجوز خالتك زي ما انت عايزة يا حبيبتي. ده خالي، تعالى معرفك عليه. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ زي الصح. عمر اعز اصدقائي، خالي مليجي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي، تشرفني. بقول لكم ايه بقى، اقعدوا اتعرفوا على بعض وحكوا براحتكم لحد انا ما اغير هدومي، لان انا اتاخرت قوي على نمرتي. روح انت يا بنت اختي يا غاليه، ربنا يوفقك. اتفضل حبيبي، اتفضل. شكرا. وبالصلاه على النبي بقى، انت بتشتغل فين؟ انا بشتغل في بنك. وحضرتك؟ انا بشتغل في الاستيراد والتصدير. معلش يا حاج، استناني دقيقه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله. اي خدمه هاني؟ هو الاستاذ اللي لسه طالع دلوقتي ده ساكن هنا؟ قصدك الاستاذ عمر جوز الست لولا الرقاصه. الرقاصه؟ ايوه، ست لولا الرقاصه اللي ساكنه في الدور التاسع. بيتك يا عمر. في حاجه يا ست؟ لا انا اسفه. متشكره قوي. السلام عليكم. مع السلامه. والله ما تكسف ايدي. ماشي ماشي، الف مبروك يا حسام. ربنا يبارك في عليك يا فندم. بركه في ربنا وسعادتك. الف مبروك يا حسام بيه. حرام رجاله، عقبال عندكم جميعا كده. نشوفكم مساعدين يا رب. او الناس تفضل محلك سر. انت هتبص لي في اللقمه معتز ولا ايه؟ ده اسلوب حسن غرضه النقه يا سياده المقدم. ولا ما تنساش ان انا قائد، يعني لا قدر الله المأمورية لو فاكست هتلاقيني ماسك صفاره طويله من بتوع اسماعيل ياسين زمان دول وماشي في الشارع. ها مين هناك؟ فالشر عليك يا حسن، والله انا فرحان من قلبي كأن اللي اترقب بالظبط. ربنا ما يحرمنيش منك يا ميزو. ولا يحرمني منك يا حسن. لولاك العمليه دي كانت راحت في داهيه بجد. ربنا يخليك ليا. كل يا حامد، انت بتغز التورته ما تاكلها عيد. ده ايه يا راجل انت في ايه؟ دي طعم نافذه مش شوكه. ما هو قولك فيما هو منسوب اليك من تهمه جلب سلاح من الخارج بغرض الاتجار فيه؟ هو فين السلاح ده؟ قبضته على حاجه عندي؟ يا بيه انا راجل كبير ومن الاعيان وعندي ارض وطين تكفيني انا وعيالي طول عمرنا، ما محتاجينش نشتغلوا في الممنوعات. اه، ما الارض محتاجه سلاح يحميها ولا ايه؟ سلاح على كد الحراسه بس، وبرخصة من عنديكم كمان، إنما تجروا فيه لا. تفسر بإيه وجود ولادك الاتنين جابر ودياب في موقع التهريب؟ ده ملعوب مدبرينه ليهم ولاد الحرام. أنا خابر ولادي زين يا بيه، لا ممكن يعملوا كده. دول متلبسين يا بيه. أنا راجل كبير ما قادرش أحصي خطويهم كلها، إنما يمكن الشيطان لعب بعقلهم كده ولا كده، والله اعلم. لكن ما معقولاش. اما عن ذات نفسي انا ماليش صالح بالحكايه دي واصل. امرنا نحن وكيل نيابه انا اخلاء سبيل المدعو منصور شفيع البطاش بضمان محل اقامته. اتفضل انت. انا
بختم يا بيه. ماما انا بقيت مقدم. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. هو فين المقدم ده؟ بقول لك يا حسام، يا مقاولا من رب رحيم، الفلوس المكافئه دي نزل نصرفها في اي كباريه ولا حاجه؟ يا راجل الكباريه ده انت ظابط شرطه يا مدي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك. عقبالك عقبالك. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شاهين. الف مبروك يا عم حسام، يا مشرف. الله يبارك فيك يا متر. الله يبارك. اروح احضر لكم الغدا بقى، زمانكم جعانين. خديني معاك يا ماما سعد. ايه بقول لك يا محمد، كنت عايزك في موضوع كده. لو النبي سيبني مع حسام عشان فرحان بيه. لو النبي يا رزل، روح شوف الموضوع. يلا يا عم يلا. في ايه يا حسام؟ ايه حاسسني ان ذئب داخل عليكي؟ في ايه؟ وزعتهم لك كلهم. والله فرحان. هو يا سعيد يا رزل، حته دوب غريب. الحمد لله بعين الواحده. ايه مش واحده مبروك؟ بحبك. ماشي دي انا عارفها. واحده مبروك؟ مفيش، بحبك. ايه الرزق؟ يا ساتر يا رب. ايوه بص، ايه يا زفت، في ايه؟ حاجه مهمه قوي يعني؟ طيب مسافه السكه، خليك مكانك. معلش يا حبيبتي انا اسف، مشوار صغير نص ساعه، وانا هتحضر له غدا وهاجي على طول. صدر نص ساعه. نص ساعه؟ انت دايما بتقول نص ساعه على فكره. ما تخليك واقفه مكاني كده نص ساعه هتزهقينا. بس روح، انا هروح اساعد معاك، هساعدهم في الغدا. امشي بطل كذب يا عمر. البواب قال لي انك متجوز الرقاصه اللي اسمها لولا وانها ساكنه في الدور التاسع. كذاب، انا كنت طالع فوق عند واحد صاحبي. وبعدين ايه الاسلوب ده؟ انت بتراقبيني؟ طب اسمه ايه صاحبك ده وساكن في الدور الكام؟ ما تتنقي ترد. انا مش عيل صغير، وعلى ما اظن انا عارف مصلحتي فين كويس قوي. عيب الكلام ده يا عمر، دي برضه اختك وانا فاهم اخوك الكبير. يعني انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ عايزين نعرف انت متجوز الرقاصه دي ولا لا؟ ايوه متجوزها وبحبها وهي كمان بتحبني، وما اعتقدش ان احنا نعرف نسيب بعض. لا هتسيبوا بعض يا عمر. مستحيل. ليه مستحيل؟ عشان كاتب على نفسي مؤخر بربع مليون جنيه. يخرب بيتك، ربع مليون جنيه في رقصه؟ ايه دي امام مش كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لو ماما عرفت هتموت. حرام عليك، انت متخلف. الف مبروك يا باشا على العمليه والترقيه. الله يبارك فيك يا طاهر، بركه فيك. انت الجندي المجهول. ولحد امتى هفضل مجهول يا باشا؟ لحد ما العمليه تخلص. الله، ما هي خلصت خلاص. خلصت يا باشا. جابر مات ودياب اتمسك. لسه راس الحية منصور. طب بمناسبه منصور بقى يا باشا، خد بالك شكله ناويلك على نيه سودة، وهو ده اللي خلانا اكلمك واجيلك. وعرفني منين؟ معرفش، بس شكله كده سأل واتقص وعرف ان انت اللي قتلت جابر وقبضت على دياب. ماشي ماشي، خد بالك من نفسك يا باشي. ما تقلقش عليا، انا عايزك انت بقى تركز وتجمع لي كل المعلومات. عايز امسك منصور متلبس ونوصل للجماعه اللي بيتعامل معاهم بره مصر عشان نقفل العمليه على نظافه. ساعتها بقى حلو اوعدك ان انا هكلم الساده المسؤولين يرقوك ويدوك مكافاه. يدينا ويديك طولة العمر يا باشي. يعني بس كنت يعني محتاج مكافأة كده صغيرة زي المكافأة اللي سيادتك خدتها. اصبر، بحوشهم لك عشان يملوا عينك الفارغة. طب ان شاء الله ورك فارغة حتى اصبر به نفسي. يعني مش مكفيك اللي بتهلبه من منصور وعياله؟ ماني لازم اعمل كده يا باشي عشان يصدقوا انني معاهم. طب اخويا استنى. يا ساتر على الدناوة. ايوه كده يا باشي. خد الخمسانية دي حل بيها بقى. وهو البق ده برضه يا باشا يتحلى بخمسناية. ده أقل تورتايه النهارده بأكتر من 100 جنيه. تورتايه؟ بلاش تورتايه، خليها عسلياه، هي أفيد ليك ولصحتك بدل ما تتخن. حكيم أنت لما بتتخن مخك بيتخن. سلام. سلام يا باشا. يا واد يا فتحي، انت يا زيف. ايوه جاي. ايوه يا شتام، هات لي واحد شاي سكر بر. ما هو انت لو تقول لي عايز سكر قد ايه كنت احط لك. اني لما اقول لك سكر بر يبقى سكر بر. ما هو انت لو بتحط معلقه واحده او حتى معلقتين كان ماشي، انما انت بتحب في السكر كله والباقي بتاخده في جرطان. انت يا واد انت عايز تشربني على مزاجك؟
أني هنا بقعد بفلوس؟ فلوسك؟ فلوس إيه يا أبو فلوس؟ ده أنت عندك 52 جنيه وربع جبت مشاريب قديمة ومش عايز تدفعهم لحد الوقت. ليك وهتاخد وعليا هديك. ما بسمعش منك غير الكلمتين دول. يا واد أنا بحوشهم عايز أديهم لك لوكشة واحدة. ده كلام. أنت قاعد أنت بقيت لمت كده ليه؟ طب عليا النعمة لو ما جبت لي شاي سكر بري لا اشتكيك لاخويا طاهر ويعتيج لك انت واللي تشدد له. وعلى ايه؟ وعندك واحد شيء اخو الباشا الكبير بتاعنا. ده شكل بالي كامل. عاطف سايبك بقالي 5 سنين وارجع لاقيك لسه قاعد على القهوه في كفر الور شبيل القناطر الاليوبية. نعمل ايه بقى؟ انما انت وحشني. قول لي عامل ايه؟ زي ما انت شايف. ايش 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 عليا النعمة انا معرفتك. اصل سافرت ايطاليا ربنا كرمني وعملت قرشين. ايطاليا مرة واحدة؟ طب اقعد اقعد رسيني. شوف يا سيدي انا قعدت في ايطاليا 5 سنين كانوا على جنب واحد ربنا كرمني حوشت قرشين اشتريت فدانين وبيتين وجبلتين وتوكتوكين واحد ليا والتاني لسعد اخوي. وانت يعني ناوي تشتغل على التوك توك دي؟ اشتغل ايه؟ انا بقول لك معايا فلوس يامي تشتري اسطول تكاتك. امال انت جبته تهبب بيها ايه؟ ملاكي حاجه خصوصي بالسواق تحب افرجك عليه؟ يلا بينا. يلا الشاي. سك على الشاي هلا وخلي الباقي عشان باقي عشاني. اخرب بيتك انت واخوك. بقول لك ما جاليش نوم من ساعه ما مضيت على وصل الامان. يا حبيبي عايز نعمل لك ايه يعني؟ اجي نايمك ولا ايه؟ اديني وصل الامانه وزي ما وعدتك اول لما يجي لي فلوس هرجع لك المبلغ اللي خدته منك. يا معتز انت فاكرني خريج كليه الطب قسم تشطيف اطفال ولا ايه؟ يعني ايه يا منير؟ يعني اشفط بطنك وعدي يكون معاك ال 25,000 جنيه تجي لي تسلمهم لي اديك ايصال الامانه. وافرض يا اخي معيش فلوس وعرفت اتصرف لك الفلوس دي اعمل لك ايه يعني؟ يبقى ساعتها بقى اللي يحصل يحصل. عيب كده يا منير ده انا مهما كان اخوك يا اخي. ما تفرقش معايا يا حبيبي اخويا وابويا انا في الشغل شغلي. يعني ده اخر كلام؟ ده اللي عندي. ماشي يا منير. يا اخويا وماشي ليه؟ ما تقعد اعمل لك كوبايه اعشاب تهدى اعصابك. جاهز انت يا ابو جاهز؟ من جاهز انت؟ اسد يا جدع اسد يا جدع. حلاوه يا حلاوه حلاوه يا حلاوه. ايه يا ايه رايك بقى في الركوبه العظمه دي؟ ايش ايش؟ الله يرحم ابوك اللي كان بيركب الحمار ويرفع الجزاز بايديه. عقبال لما تبقى زي زيك. داني غلبان قوي داني بكح ملح. ان وانت وانا سفرك ايطاليا. طب ازاي؟ معاك باسبور اعتبره تعال. و20 باكو. باكو ايه؟ باكو البان. لبان ايه؟ 20,000 جنيه. هو انا يا واد انت لو كنت هحتكم على المبلغ ده ايه كنت فكرت في السفر من اساسه؟ يا ابني عبيط ما انت هتسافر ايطاليا وهتقبض هناك باليورو وتتجوز ايطاليه زي ما انا اتجوزت وبعدين تحوش لك قرشين وترجع الكفر تعيش مالك. قول يا رب. طب اركب اركب. انا طيار. ايه؟ طيار. انت بتراقب في كل طلعه على الطياره. الشاي بتاعك يا زوز. ميرسي يا عم. بنانا ميلك بتعمل له. انا كنت متاكده انك بطل وبطل قومي كتير كمان. سعيد انا عايز اقول لك ان عينيك دول تمن لشيئنا بيك. فادتنا بيك كلنا. سعيد انا ايه علاقه عنايه بالموضوع؟ حلوين. نعم. مالك يا زوز عامل كده ليه؟ هما راحوا ازاي سعيد؟ منير رفض يديني وصل امان اللي كتبته على نفسي اللي احنا نضرب معاه. وحسيت من كلامه معانا ان نيته مش سليمه. اتكلنا على الله انه يعمل حاجه انا مش فاهمها. انت ما قلتش لباباك ليه؟ بعد ما حددنا الموقف والله خايف اقول للحاج يعمل معاه مشكله يجرى له حاجه. ما انت عارفه حالته. حددنا الموقف خلاص يبقى ما قدمناش غير ان احنا ندفع له فلوس ويرجع لنا الايصال. منين بس يا امان؟ انا ما عنديش مانع ان احنا نبيع الشبكه بتاعتي والذهب وترجعهم لي وقت ما انت عايز. انت بتقولي ايه؟ انا لا يمكن اوافق على كده ابدا. ليه بس يا معتز؟ هو في فرق بيني وبينك؟ يا حبيبتي انا هموت من الجوع لا يمكن افرط في شبكه فرحنا ابدا. طب هنعمل ايه يا معتز؟ والله بفكر ابيع العربيه بقى وخلاص. لا والنبي الا العربيه دي بتنفعنا في كل حاجه وبعدين لو بعناها مش هتجيب لنا فلوس. اكيد في حل تاني. خلاص سيبها على الله وربنا يجيب العواقب سليمه. ربنا يستر. المهم انت قلت لمامتك على موضوع عمر ولا لا؟ اكيد لا، هحاول احل الموضوع ده من غير ما تعرف. هنتكلم النهارده عن التركيب الداخلي للكره الارضيه،
يعتقد العلماء ان الجزء الداخلي من الارض عند نشاتها كان في صوره منصهره بفعل درجات الحراره المرتفعه جدا في باطن الارض. اتفضل يا استاذ الشيخ. تسلم ايدك يا ست منيره. اخبار الولاد ايه؟ لا كويسين قوي ممتازين. طب الحمد لله. الحمد لله قوي. الحمد لله. منيره بقول لك ايه يا منيره؟ حضري لي قهوه قبل ما استحمى. ليه هو انت نازل؟ نازل اقعد على القهوه شويه عشان شويه هوا نظيف والمره العب لي 10 طاوله. طيب قبل ما تنزل يبقى سيب فلوس. فلوس؟ وانت كل ما تشوفي خليتي تطلب مني فلوس؟ جاريه يا شيخه انت ما تشبعيش؟ ايه؟ بلاعه طفحت؟ وانا يا اخويا باخدهم احطهم في جيبي؟ ما انا بصرفهم عليك وعلى عيالك. وانا جايب لك منين يا اختي انت وعيالي؟ ده راجل شيال وغلبان وحد تصعب على الكافر وشغال في المجاري. ولما هي تصعب على الكافر هتنزل على القهوه ليه؟ عشان اشم شويه هوا نظيف بدل ما طول النهار عمال اسلك في بلاعات الصرف. صرف؟ حوش فين الصرف ده يا اخويا؟ احنا لا شفنا منك ابيض ولا اسود. والله حاجه حلوه قوي، خشي لي قفله كمان يا منيره. بقول لك ايه؟ اتلمي يلا وروح حضري وتك عليه. طب هات فلوس. مفيش فلوس. طب والله العظيم انا محضره تاكل وعلى مفخيرك اركبه. بقول لك ايه يا منيره؟ انا دماغي فيها كلام بتاعي، اتمسي وقول يا مسا. واحد الله يا اخي شباب ما يصحش الكلام ده. وده ده كمان. مالك يا اخويا بتكلمني كده وانت حاططك على مناخيرك؟ ابدا اصل انا عندي زكام وخايف عليك يا اخي. لا يا حبيبي والله لو مزنوقه سلكها لك. خليك في شغلك. حاضر. ما تدخلش فيه. حاضر. تعالى تعالى ريحتك عبقت المكان، خش استحمى. كده هو يا منيره؟ بتستعار مني؟ ده انا ريحتي دي شرف المهنه. قصدك قرف المهنه، خش بقى استحمى بقى. كده اهو. طيب والله ما انت شايفه مني تعريفه الا بمزاجي. وكمان مش هستحمى، عندا فيك. ها. روح يا شيخ، الهي تغرق في بلاعه ما يعرفوا يجيبوك، قادر يا كريم. ما تشوف حالك يا استاذ انت كمان. حاضر يا ست منيره، حاضر حاضر. بص احنا من غير كلام كتير كده عايزين نخلص الموضوع بهدوء ومن غير شوشره، ولا حاجه تاثر عليكي ولا علينا. شوشره ايه يا باشا؟ انا في السليم. في السليم؟ بقول لك ايه؟ من الاخر كده ابعدي عن عمر اخويا. اعتبر ده تهديد من حضرتك ولا ايه بالظبط؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، لو ما بعدتيش عن اخويا والله العظيم لخلي معتز يلبسك قضيه. بص يا شاطره، عمر اخوكي ده يبقى جوزي، وانا مراته على سنه الله ورسوله، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. ما تتكلمي بقى، ده يا ست انت، ده انت مستفزه قوي. وانتوا خليتوا فيها ادب انت ولا هي؟ الظاهر ان سكتنا له دخل بحماره. شوفوا بقى، اذا كنت انا وافقت انكم تدخلوا البيت ده ورضيت ان اقعد معاكم فده علشان خاطر عمر جوزي، اما كلمه زياده ما تكونش على مزاجي منك ولا منها هعرفكم انتوا الاثنين مقامكم. لا ده انت بقى حاولت الادب بجد. استنى انت بتقول ايه؟ مقام ايه يا رقاصه يا بنت الرقاصه؟ تصدقي بقى. بس ايه رايك بقى في الشاي عمايلي داي ده؟ اللي قد ما نعدمها يا ابني. تعيش يابا. اعمل ايه يا كامل يا ابني؟ في الدنيا بخبط فيها وبتخبط فيي. يعني لسه ما لقيتش شغل برضو. ان شاء الله في واحد صاحبي هيسفرني ايطاليا ويشغلني كمان. ايطاليا؟ وان شاء الله لما ربنا يكرمني ابعت لك بقى عشان تعمل عمري. عمره في ايطاليا. لا يابا انا قصدي ان انا لما ربنا يكرمني هناك ابعت لك فلوس عشان تسافر السعوديه تعمل عمري. ربنا يوسعها عليك يا ابني انت وكل اللي زيك. يا ابني لسه اطمن عليك قبل ما اموت يا ابني. ربنا يخليك لينا يابا، ما تقولش كده. انا خارج بقى اتمشى شويه مع اصحابي، عايز حاجه؟ معك فلوس؟ منين يابا؟ داني واجع من الدور العاشر ومتجبس كمان. طب خلي معاك الخمسة جنيه دي. هالك ربنا يخليك لينا يابا. خلي بالك من نفسك يا كامل يا ابني. متخافش علي، دي نواد زي الجن. سلام. لا يا خالي لا، مش ممكن ابدا، انا لازم اتطلق دلوقتي ومش هعيش معاه لحظه واحده بعد النهارده. يرضيك كده والنبي يا عمي. وبعدين يا بنت اختي ده جوزك برضه، والبنات المتربية ولاد الناس ما بيعملوش كده مع جوازاتهم. مع ان انا زعلان منكم بقى، معقولة تتجوزوا وتخبوا عليا؟ ده انا اكتر واحد يفرح لكم. وبعدين يا عمر يا ابني، لولا دي انا اضمنها برقبتي، دي بنت اختي الغالية موصياني عليها قبل ما تموت، ومن ساعتها وانا بربيها احسن تربية. ونعم التربية والله يا عم. انت ما تعرفش يا خالي اخته عملت فيا ايه. دي جت هنا اتهجمت عليا وبهدلتني وادتني الاسم. ايه؟ اسم؟ ايوه الاسم. واحنا وش ذلك يا ابني؟ الله يسامحك. عموما يا عم انا اسف. اوعدك ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. خلاص يا عمر يا ابني. وصعب يتحمل عبء تجارة زي دي؟ اني غبي. اني غبي. وفقري كمان. كان نفسي يكون عندي ارانب متستفين تحت الارض.
مش بيتنططوا فوقيها زيكوا كده؟ اه يا غلبياني، اه يا مراري وايامي السوده. انت ايه رايك في ريهام يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بنت ادب واخلاق وعيله، يعني مفيش بعد كده. وانت يا حسام؟ هقول ايه اكتر من اللي امك قالتها، ما شاء الله. طب وانت يا سلمى؟ ما شاء الله عليها، مؤدبه وبنت ناس. انت بتسال ليه؟ بس انا بفكر اخطبها. تفكر ايه؟ اخطبها. تخطب مين يا ابني؟ تناسي ابوها مين؟ مساعد وزير. يعني لو عمل تحريات وعنك هليك سهرتي وبايظ وبتاع. شو وقت هزار يا حسام؟ انت نسيت احنا مين ولاد مين وهنبقى ايه ان شاء الله؟ اول مره تغلبني في الكلام يا ابن الهلالي. طب ايه رايك يا ماما؟ والله يا محمد مش عارفه اقول لك ايه. قولي له الف مبروك يا طنط وخلينا نخلص منه بقى. انت بقيتي تاخدي قرارات في البيت وانا موجود كده عادي؟ ها الله، وما تاخدش قرارات ليه؟ تاخد قرارات زي ما هي عايزه، وبناء عليه قررنا. الف مبروك على خيره الله. ماشي يا سيدي، مش هنكسر كلام الست الوالده. الف مبروك. الله يبارك فيكم. طيب هاخد معاك بقى مع ابوها عشان نروح نخطبها. ابوها عادي كده اسمه سياده اللواء. سياده اللواء طبعا. مالك يا ابو البنات؟ ما تقوليش ابو البنات ده، سيبيني في حالي. خيرك فالله الشر. كان مفتوح لي باب رزق زي الفل، واني بغباوتي اللي قفلته. شكلنا كده هنشوف ايام سوده اسود من كده بكتير. يلا غوري غوري عشان السواد ابتدى يبان. غوري. ماشي. الله يرحمك يا جابر ويفك سجنك يا دياب. كلاميه ده سيادة النايب. ده كلام العجل يا كبير، وانت عارف وضع كنايب في المجلس حساس كديه، واي صلة بناتنا دلوقت ممكن يكون فيها ضرر كبير علي. ده بدل ما توسينا وتوقف جارنا. وقوفي مش هيفرق معاكم كتير، يمكن يدمرني، خصوصا بعد ما تعرف انكم تجار سلاح وبقيت فضيحه في البر كله، كمان الحكومه اشتبهت فيك. ما الكل عارف وشايف وساكت من زمان. بس بعد اخر عمليه وجابر والحكم بالاعدام على دياب ثبتت عليكم ومحدش هيسكت. الدابة اللي كنتوا دفنينها في الجحور هتطلع، والحكومة حط عينيها عليكم. اوعك تكون فاكر ان انا اتكسرت ولا المركب بتغرق وانا مداريش. لا، فوق ده انا منصور البطاش ومحدش يقدر يهزمني. خلينا نتكلم بصراحة يا كبير. جابر والدك الكبير الله يرحمه كان دراعك اليمين، وربنا اراد ان يتقطع. ودياب والدك الصغير كان رجليك اللي بتمشي عليها، ويا عالم هتقدر تمشي تاني ولا لا؟ وكمان السن اللي حكمه كبير. ما جاش في بالي انك تاجي بذات نفسك وتقول لي كلام زي ده. هي دي الحقيقه كبير مهما كانت مره، والكلام ده لمصلحتي ومصلحتك ومصلحتنا احنا التنين. نهدي اللعبه على الاخر ونقطع اي صله بناتنا دلوقت لحد الفتره دي ما تعدي. ودلوقت ايه المطلوب؟ حكمه بنت اخوي تعاود معايا لبيتنا. تعاود كيف وهي مرض دياب وعلى ذمته؟ ما تاخذنيش يا كبير، دياب دلوقت في حكم الميت وحكم القانون. مش معقول بنتنا تفضل حداكم شهر ولا اتنين وهي يمكن تبقى أرملة. لا يا عمي، أنا قاعدة هنا في بيت جوزي ومش ههم الواصل. إيه الكلام ده يا بنت؟ إيه آخر كلام عندي لو كنت عاوز تسمع؟ اسمع كلام عمك يا حكمة، ما تعنديش. دي مهما كان عمك وهو أدرى بمصلحتك. مصلحتي؟ عمي عمره ما فكر غير في مصلحته هو، وجيته دي عشان يأمن نفسه ويبعد الشبع عنه في تجارة السلاح. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا خابرة كل حاجة وعارفة ملعيبك. ايه
هشام يا بنت. كلام ده فات اوانه. كنت تقوله ايام ما كنت احداك في بيتك، انما دلوقتي انا في بيت جوزي وابو ولدي. ولدك؟ ايوه انا حبلة. وعرفت كيف؟ ده شغل حريم يا عمي، وانا اتاكدت. وجعها مطينه بطين. واه وجعها مطينه بطين اني حبلي؟ ده بدل ما تحب على راسي وتبارك لي. لكن كيف وانت طول عمرك خوان ومالكش خير في حد؟ اخرس يا بنت. وقف عندك يا صادق، كن في علمك، حكمك من دلوك بنتي واللي بطنها ولدي من ناس للبطاطش، وانت مالكش سلطان عليها ولا عليها. اعتبرني موت زي محروس، فاكره اخوي اللي سيبته في الدنيا يضيع من غير ظهر ولا سنه. انا فعلا متبر منك، وانت من الساعه دي لا من الطراشنا ولا اعرفك. حسره على الطراشنا اللي ولوا عليهم كبير، ما ماليش مطرحه. اخرسي قطع لسانك. قلت لك حكمك من الساعه دي بقيت من البطاطشه ومقامها من مقام بناتي واكتر. واحنا في سلونه اللي يمس طرف مره من عندينا نقطع يده. ماشي يا منصور. اسم الكبير. ولا يهمك حكمة يا بنتي، طالما اشتريتيني لممكن نبيعوكي واصل. الله يكرمك يا عمي. من دلوق قولي لي يا بوي. أمرك يا بوي. واه 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 واه، معقولة دي؟ مالك يا نجيبي؟ تبكي ولا إيه؟ إيه؟ ليها حق تبكي بدل الدموع دم؟ بكرة حكمة تركب وتدلدل عليها. انتوا اللي جابكم هنا؟ يا بوي هو انت دايما كده؟ احنا جايين نواسوك في مصابك. للان ما تصابتش ولساني حافظة مقامي، وبكرة تشوفوا. قولي لي يا حكمة يا بنتي، انت ليه عملت كده؟ واحدة غيرك كان ممكن تروح مع عمها وتتطلق من ديار وتريح نفسها من الموال ده. ما تعودتش اهرب عشان انفض بجلدي. ابويا الله يرحمه علمني ما خافش. يمكن جوازي من الدياب كان قسمه ونصيب ما كانش ليا يد فيه، لكن اختياري اني اعيش معاه لسه في يدي، وانا اخترت اعيش مع الدياب حتى لو كان ميت. اصيله يا بنتي، دلوق بس اتاكدت اني اخترت الولد دياب الزوجه الصالحه اللي تصونه وتوقف في ظهره. بمد يدي ليدك يا عمي عشان تكون لي ظهر وكلك قلبي يخاف عليك. وانا موافق يا بنتي. وطار محروس ودياب وجابر في رقبتي، مش هحمل واصل. لا خلي الطار على الرجاله يا بنتي. وانا مره بميت راجل، والطار ما بيفرقش ما بين راجل ومره، حرقه القلب واحده، واللي ليه طار لازم ياخده. أفارم عليك يا بنت البطاطشة. تسلم ايدك يا حبيبتي. هاي للواد نيكولاس كيدج ده، بيعمل أفلام عظيمة. عارف يا حسام؟ زمان وأنا صغيرة قعدت أفكر في الشخص اللي هتجوزه وحاولت أتخيله. تخيلت إيه؟ تخيلت انه حد حلو قوي. حلو قوي وبتقوليها في خلقتي كده؟ حلو، ادي اول حاجه ما لفقتش. لا انا قصدي يبقى حلو في الكاركتر بتاعه، يعني مش بس في شكله. حلو في ايه؟ الكاركتر بتاعه. الكاركتر بتاعه جميله على الكاركتر، حلو في شخصيته يعني. ادي لفقت. يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا فيه حاجه حلوه وحاجه وحشه. ادينا عرفنا الحلو، نعرف الوحش بقى. حرام عليك يا حسام، احنا لسه متجوزين وعايزين نشوف منك حاجه وحشه. لا بجد يا سلمى، بصي بقى، لو في اي حاجه فيا مش عاجباكي قوليها لي وش كده. ليه؟ انا واقضي معاكي حسبه 60 70 80 سنه، الا بقى لو ربنا مش رايد ونزلت مأمورية قمت منشوش طلقه بين حواجبي فبقيت انت. ايه ده يا حسام؟ ايه كل ده؟ ايه كل ده ايه؟
ايه 60 70 80 سنة دي؟ هو ده اللي همك؟ مش همك الطلقة اللي هاخدها من حاجبي وتبقي أرملة؟ لا بجد يا حسين بتكلم جد، بطل تهريب. ما بهركش. بص أنا مش شايفة فيك أي حاجة وحشة، بس في حاجة واحدة بس بتقلقني منك وبحاول ما أفكرش فيها كتير. إيه ما توهوشنيش؟ ساعات بحس إنك شديد قوي في الحق. طب وده غلط؟ لا مش غلط، بس لو زاد عن حده يتقلب ضده. شديد في الحق. طيب بصي، لو كنت شديد في الحق سميها بقى طبيعة، فطرة، سلوى عائلتنا، سميها زي ما تسميها. ايوه بس انا بس من اكمل كلام، اهدي بالله كده اكمل كلام. انا حواليا قبلسة كتير يا سلمى، كتير قوي وشداد، شداد قوي، بس في الحرام، عشان كده لازم ابقى شديد في الحق. طب ممكن عشان خاطري تاخد بالك من نفسك، عشان انا ماليش غيرك في الدنيا. النبي مالكيش غيري في الدنيا؟ طيب ماشي، عايزك بقى تشدي حيلك كده وتظبطي نفسك، ها، عشان حجزت كام يوم في الغردقه نكمل شهر العسل اللي اتقطع ده. بجد؟ اه والله. طب هنسافر امتى؟ بص يا ستي، اخلص خطوبه ولاد محمد واقفل شويه حاجات في الشغل ونطير على طول. طب ونبي قولي قبلها يا حسام، عشان انا ما بحبش المفاجآت. انا بقى ما بحبش غير المفاجآت، مش قلت لك انا بتاع تغيير؟ يوم كده يوم كده، امر كده امر كده، واعمل لك حته مفاجاه بقى دلوقتي. ها مش عايز تعرفيها؟ لا عايز. لا استني بس لما ادفي الواد نيكو السكتش ده احسن يبص علينا. غمض عينك يا تعرف يا ابوي، انا ما همنيش حكم الاعدام ولا حتى موتي. اللي حارق قلبي من جوا اخويا جابر اللي اتقتل قدامي وما قدرتش اعمل له اي حاجه. اهدى يا ولدي اهدى، عشان نعرف ونفكر وندبر نفسينا. انا خليت المحامي ينقض الحكم، لساني هستنى محامي وحكم تاني. الحكم طلع، طلع يا ابوي طلع، وحبل المشلقة شايفه قدامي. بعد الشر عليك يا ولدي، انت لازم تطلع وتعيش عشان تربي ولدك اللي جاي. ولدي ولدي. ايوه حكمة حبله. مكتوب علي، مكتوب علي يا ابوي يوم ما يتولد ولدي يكون اخر يوم في عمري اشوفه يا ابوي، اشوفه قبل ما اموت. حتشوفه يا ولدي وحتربيه وحتجوزه كمان. على يدك يا ابني، على يدك تلقاني صرفة قوى. أحب على يدك. أشوف ولدي يا أبوي من غير لف ولا دوران يا فندم. إحنا يشرفنا أن نطلب إيد بنت معاليك الأنسة ريهام لأخويا النقي محمد. حضرتك قلت إيه؟ ده شرف لينا جميعا، وفي الحقيقة أنا مش هلاقي عريس أحسن من النقيب محمد في أدبه وأخلاقه وشهامته عشان أديله بنتي ريهام. يا فندم ده الشرف لينا، إحنا هنلاقي فين عروسة حلوة وبنت ناس طيبين زي ريهام بنتك؟ بصراحة بقى من يوم موقف النقيب محمد مع ريهام بنتي في النادي وأنا بحبه كده لله في لله من غير حتى ما أشوفه. شكرا يا فندم، أنا ما عملتش غير الواجب. كلك شهامة يا حبيبي. أنا جوزي الله يرحمه كان شهيد من شهداء حرب أكتوبر، والرئيس السادات إداله نجمة سينا. الحقيقة أولاد الاثنين محمد وحسام ورسين عنه الشهامة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ابن الوز عوام. ايه يا عروسة ساكتة ليه؟ هقول ايه؟ السكوت علامة الرضا ولا ايه يا أنسة ريهام؟ شكلنا كده نبقى أصحاب قوي يا ريهام. أنا كمان حاسة كده. ربنا يديم المحبة بيننا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. طيب نخش في الموضوع سعادتك، حضرتك تقول لنا طلباتك وإحنا تحت أمرك. في الحقيقة أنا ملياش طلبات، أنا بشتري راجل لبنتي ريهام. لا يا فندم برضه لازم تقول لنا. يا حاجة أنا ملياش أي طلبات ومفيش فرق بيننا، اللي تقدروا تجيبوه تجيبوه وإحنا نكمل الباقي. يا حاجة صدقيني الحاجات دي كلها شكليات. إيه يا جماعة؟ إحنا مش هنشرب الشربات ولا إيه؟ يا سلام حالا. قبل الشربات يا مدام، ساعة الباشا نتوكل على الله نقرب فاتحة. يلا على البركة. بسم الله. Thank you.
تعال باط يا غالي يا ود الغالي. ما تخافش يا حبيبي من أي حد، طول ما أنا جنبك لحد ما تكبر ويشتد عودك وتبقى راجل يخوف الرجالة. من أبويا جد؟ أبوك راح عند ربنا وسابك نايب عنه هنيه، ولازم تبقى قوي وتبقى راجل وتشرف أبوك. أنا باكل فين عشان أبقى قوي وأكبر؟ مش بالواكل بس يا ولدي، لازم تبقى قوي وتبقى راجل يخوف الرجالة، ويبقى قلبك جامد والخوف نفسه يخاف منك، وترفع اسم البطاطشة لفوق لعالي، انت وعيالك وعيال عيالك ليوم الدين. لحال الدنيا يا كبير، قلبنا معاك. شد حيلك فيها يا دي انت وهو. مالك يا دي انت وهو عاد؟ ولا حاجة، احنا جايين نوسوك وناخد بيدك في الشدة اللي انت فيها دي. صح، احنا مهما كان في مقام اولادك، واذا كان مثلك راجل ربنا عوض عليك بتلاتة، اعتبرنا دراعك اليمين يا عمي. اكتم خشمك يا دي انت وهو. انا ضفر عين من عيالي برقبة 100 راجل زيكم، وكان جاب الراح فديه قدر ربنا. ولدي دياب حيطلع، حيطلع غصب عن عين التخيل. احنا قصدنا انتوا ما تسووش حاجة في سوق الرجال واصل، ولازم تعرفوا ان انا الكبير وهفضل طول عمري الكبير. ولا انتوا صدقتوا كلام صادق؟ صادق ده انا افعص برجلي. طب جربنا يا كبير وشفنا رجالة ولا لا؟ جربتكم قبل كده، ويكون في علمكم أنا جوزتكم بناتي عشان معاكم شهادات، وهو الجواز سطرة. بس كده؟ بس كده، وحسك عينك أنت وهو تفتح الموضوع ده واصل. أنا منصور كبير البطاطشة، ويوم ما احتاج راجل يجيني 100 راجل في غمضة عين. مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم يا كبير. غوره من وشي. حاضر يا كبير. لا 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 يا معلم شعبان، لا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انا ده انا محول لك المحل الكافيه، عاوز سيلته؟ حقي مش انا اللي هدير المحل يا منير؟ تدير وتقوم تلهو ببطنك كله؟ هو انا قلت كلمتي، لو انت عندك كلمه ثانيه قولها، انا ما عنديش مانع اسمعك. امرني. هديك 10%. شويه؟ لا 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 بعيد قوي، هزها شويه لاجل المركب ما تمشي. هو انا بقول لك 10%؟ انا بقول لك 10% المركب. ايه نقول مبروك؟ طيب لا مؤاخذة، يعني ايه موقف اخواتك والحاج؟ الحمد لله كلهم مخلصين تجنيد، ابويا بس اللي واخد يعفى. طب موقف ايه وبتاع ايه؟ انا هكلمهم واثر عليهم واخليهم يوافقوا. نقول مبروك بقى. مبروك يا منير، ربنا يخليها عاده خير علينا وعليك. ان شاء الله ان شاء الله. ايه يا منير يا ابني، انت ما قفلتش المحل لغايه دلوقتي ليه؟ ايوه معلش، اصل الزبون ده طالب حاجات بس غريبه شويه، عمال اجمعها على طول. حاجه على طول اهو. ماشي يا حاجه اللي انت طالبها. وطلبت حاجه اهو. 5 جنيه. 5 جنيه بتاعت ايه؟ القرطاس. قرطاس ايه؟ انت هتقرطاس ايه؟ 5 جنيه حق القرطاس بقى عشان نخلص نقفل. خد
يبقى لي في ذمتك 5 جنيه. حاضر اتفضل. بغليه قبل ما تنام. ها هو اللي زعلتك في حاجه يا كبير؟ اكون انا اللي زعلت انت وهو. اسمع، اللي هتشوفوه دلوقتي يفضل سر بيناتنا احنا الثلاثه، واللي هينطق عنه كلمه لاي حد يبقى مستغنى عن عمره. اوامرك يا كبير. سرك في بير يا كبير. ده احنا ستر وغطى عليه. سيدي دياب ولدي. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. سيدي دياب ألف حمد لله على السلامة يا سيدي. ألف حمد لله على السلامة. ازيك يا ولدي؟ بخير طول ما أنت بخير يا سيدي. طاهر مالك مساهم كده ليه؟ لا ده أنا فرحان، ده أنا الفرحة مش سيعاني إن أنت طلعت لنا بالسلامة وخدت البراءة. الحمد لله على السلامة يا سيدي. دياب احنا هربناه من السجن، والسر ده لازم يفضل بيناتنا احنا الثلاثة، ولو طلع يبقى حد فيك اللي بلغ. يبلغوا كيف عن سيدنا وتجراسنا؟ هو احنا نقدر نعمل حاجة؟ ده احنا الفرحة مش سيعانة، ده أنا مش عارف أعمل إيه والله يا سيدي دياب. دي لو ما شاليتكش الأرض نشيلك فوق راسنا. تشكر يا طاهر تشكر. عاوز أتحدث مع ولدي احنا لوحدينا. أمرك يا كبير. طب إحنا برا لو احتجتوا أي حاجة اندهولنا. استنوا شوية، المركب اللي جيتوا فيه تدلوا على الغردقة، تشتروا خلقات جديدة وتعودوا تاني. أوامرك يا سيدي الناس. يلا يلا يلا. توحشتك قوي يا دياب. ده انت روحي، انت عيني اللي بشوف بيهم، ده انت دراعي اليمين، وانت اللي ورايا واللي قدامي واللي خلق الخلق. لو حد مس شعره فيك ولا هوى بناحيتك تاني لخليه يندم على اليوم اللي اتخلق فيه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. قول لي صح يا ابوي، الناس اللي هربوني دول مين؟ زانين. زانين قوي. دول ناس متخصصين في العمليات اللي زي داي. وانا قلت لك يا ولدي الصبر، الصبر عشان ندبروا نفسينا ونفكروا وندوا العيش لخبازه عشان يخبزوا. وليهم دارين وصل البحر دي يا ابوي؟ اصل المايه دي على الحدود، ولو حصل شيء تقدر تهرب بالمركب ده وتطلع برا مصر. وجيب لك معاي الباسبورت بتاع جنوب افريقيا. الله ينور عليك يا ابوي. المهم لازم ندلوك نفكروا في حاجتين تنين ملهمش تالت. اول هام مين الخاين اللي دخل الحكومه وسطينا وبلغهم بميعاد العمليه. تاني هام ناخده بطار اخوك جابر. دلوك احنا اطمنا عليك، لازم نطمنوا على جابر عشان يكون مرتاح في تربته. قصدك الضابط الكلب اللي كان مسؤول عن العملية؟ أيوة. هو اسمه ايه يا ابوي؟ اسمه حسام الهلالي. آه
تخيلي ان معتز لما راح ياخد الفلوس اللي الحاج موصي منير عليها، منير ما اداه وصل امانه بالفلوس. منير اخويا عمل كده؟ شفتي؟ خليكم في عونك يا ايمان، انت هتلاقيها منين ولا منين؟ من اخوك يا عمر ولا من اخويا منير؟ ربنا يهديك يا منير. ربنا يهديه ويهدي عمر ويهدينا جميعا. مش انا لو كنت دلوقتي شغاله كنت قدرت الم له فلوس بدل الحوجه اللي احنا فيها دي. وانت هتشتغلي ايه بس يا ايمان؟ حلم حياتي يا منيره ان انا يبقى عندي كوافير. بس اقول لك ايه، ادي الله ودي حكمته. ومين سمعك؟ انا كمان العيال مطهقني ومغلبني. ليه بتقولي كده يا منيره؟ ما انت عارفه فلوس الدروس الخصوصيه ومصاريف البيت، وطبعا انت عارفه شلبي ايدك منه والارض، حاطط ايده في الميه البارده. مش عارفه اقول لك ايه والله يا منيره. ربنا يصبرك يا حبيبتي. يا رب ويفكها علينا يا رب. دي كده طبلت على الاخر. بالعكس دي حلوت وواضح ان لسه فيه امل. امل ازاي ودياب هربان ومحكوم عليه بالاعدام؟ يعني صعب يرجع يشتغل بحريه زي الاول والبوليس بيدور عليه. يعني هو كان بيشتغل في فوانيس رمضان، ما هو كان بيهرب سلاح، يعني متهدد في اي لحظه، ومش فارقه كتير لو اشتغل وعليه حكم، المهم انه هو بره الحبس وبحريته يقدر يبيع ويشتري حتى لو بوسيط. طب وحسام بيه لو سألك عليه يا طاهر انت هتقول له ايه؟ انا ما اعرفش عنه اي حاجه. لا يا راجل، انت ما تعرفش ان دياب هرب وهم بيرحلوا من المحكمه؟ لا يعني سمعت زي اي حد، لكن ما اعرفش هرب راح فين. ولا لقم الفلاحين ده مش هياكل معايا. لا انا زرعك وسطهم عشان تجيب لي معلومات، مش عشان تقول لي سمعت ما اعرفش. الحبتين دول من الخمسه دول انا اللي اخترعتهم يا باشا. انا مهما كان هناك حته خدام لا راح ولا جه، وهم لا يمكن يقولوا معلومه مهمه زي دي قدامي. لو انت مستنيهم لما يقولوها قدامك يا بني ادم، انت شغلتك ترمي ودن تسمع تتقص وتيجي تقول لي المعلومه. شكلك كده طار كبرت وجلدك تخن على الشغل. ابدا والله يا باشي، بس انا كل اللي بسمعه هناك يعني معلومات ما تستاهلش اللي اقولها لك. وانت ايش عرفك يا حلوف تستاهل ولا ما تستاهلش؟ انا اللي اقول تستاهل ولا ما تستاهلش. اسمع على، فتح مخك معايا وركز في معلومتين، تقب وتختص تجيبهم لي من تحت الارض. الاولانيه مكان الولد اياب، الثانيه دليل ادانه على منصور، يا اما عمليه جديده يكون بيرتب لها علشان نمسكه متلبس ونخلص من الفيلم ده ونقفل القضيه ونريح دماغنا بقى. اوامرك يا سعاده الباشا. تاخد بالك من نفسك، عشان لو حسوا بحاجه هيذبحوك. ربنا يجيب العواقب سليمه ويسترها يا سعاده الباشا. امين يا رب. يعني مش عايز مني حاجه تانية؟ سلامتك. يعني امشي؟ والله لو مش عايز تمشي ممكن تعوم. ها اختار واحده منهم وعد لغايه ثلاثه. لا واحد. خلاص يا باشا. اتنين. خلاص همشي يا باشا. اخفى من وشي. خلاص والله مش عامل حسابي هعوم ازاي يعني. يلا يا باشا كتر الف خيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام يا باشا. سلام اخويا. يوه ما تفضها سيره بقى يا ولي، جاتك القرف انت وعاطف في ساعه واحده. اني مالي وماله؟ أصلك مش فاهم يا أخوي، الواد ده هيصفرني قطالي وهيشغلني تعرف الضابط اللي انت كتلته ده كتل ولدي جابر وبينه وبينه طار، وكان لازم ناخد طاري منه. قدك العيب يا كبير. طالما نفذت اللي مطلوب منك وعملت اللي عليك وشقيت يبقى لازم تاخد حقك. ايوه كده، اصل ما تندليش لقمة في زوري ولا يهنالي بال لما اكون شقيان بيه. امال ايه؟ اليد البطاله نجسه. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. اب اب اب، الدعوه دي ليا ولا عليا يا كبير؟ على قد نيتك عادي يا ابو لغم. الكبير كبير برضك يا كبير. ادخل. خير يا فندم. في خبر مش كويس بس لازم اقوله لك. في ايه يا فندم؟ حكى لقتني. في افراد مجهولين اقتحموا اليخت اللي فيه المقدم حسام وزوجته سلمى واعتدوا عليهم بالضرب. امتى حصل ده؟ النهارده الصبح. طب وحسام كويس؟ حسام دلوقتي في العنايه المركزه في مستشفى في الغردقه. طب وسلمى؟ سلمى تعيش انت، شد حيلك يا محمد.
للأسف المدام جت لنا خلصانة، ما لحقناش نعمل لها حاجة وماتت هي والجنين اللي بطنها. هي كانت حامل؟ وضعه سيء، أنقذه في الوقت المناسب، الحمد لله انكتب له عمر جديد. يعني حالته هتتحسن إن شاء الله. إن شاء الله يا ابني، لازم يكون في أمل. ادعي له ادعي له. الحمد لله على السلامة محمد بيه. الله يسلمك. أنا رقيب إيهاب هيبة مغافر السواحل. إيه اللي حصل؟ في الحقيقة احنا جات لنا اشارة استغاثة من يخت في عرض البحر، وحددنا مكانه من خلال جي بي اس. الف مبروك علينا يا كبير، اجده جابر ومحروس يرتاحوا ودمهم يبرد في تربتهم. المهم هشوفك ميته، ما تعوقش علي يا ابوي. وعليكم السلام. ايوه جده، ميل وسقيني يا ود عمي، ميل وسقيني. انا مش عشطان يا كتابي تخسر. اهدي، هو انت ما بتعرفش تقرا؟ لا، يبقى ملك. ملك ميل وسقيني. انا مش عشطان يا ود عمي، حبك يرويني. ميل وسقيني يا ود عمي، ميل وسقيني. يا سلام يا سلام عليك يا سيدي، الناس لما بتبقى رايق. طب فرحنا معاك وقول لنا فيه ايه. الكلب الظابط اللي كان فاكر نفسه يا مهنا ويا مهناك، وناطط لنا في كل عمليه، واخر المتمه استجرى وبدي يده وقتل اخويا جابر. كان لازم نجيبه خبره. صح صح. وعملتوا فيه ايه؟ ولا حاجه، ذبحنا له مرته، وبعد كده قتلناه ورمينا جثته للسمك. يستاهل قتلك قتلة دي. ايوه يستاهل يستاهل. الله يرحمه. بتقول ايه؟ انا قصدي اقول الله يرحمه غرف دهي. ميل وسقيني يا لا تاني تاني يا واد يا واد يا واد يا واد يا ولا حيعيشكم غسلني وانا بالهوى. يا واد يا واد يا واد يا ولا من صغر سني وانا بالهوى. انا محمد حسام فين؟ حسام فين يا محمد؟ حسام فين؟ بنتي بنتي فين؟ سلمى فين يا محمد؟ انت يا محمد سلمى فين؟ ما تنطق بنتي فين؟ سلمى فين؟ انطق. شقتنا الجديدة شكلها والشاي هيبقى حلو علينا. يلا هعمل لك الغدا. لا حبيبتي مفيش نفس. ليه مالك؟ انا جيت بس عشان اقول لك حضري لي شنطة عشان لازم امشي على طول. حضر لك شنطة، انت رايح فين؟ مفيش حبيبتي. اصل اصل ايه يا معتز؟ في ايه؟ حسام وسلمى مالهم؟ ناس طلعوا عليهم هما في الغردقة او ضربوهم. طب حصل لهم ايه؟ حسام في العناية المركزة. وسام تعيش انت. لا حول ولا قوة الا بالله. إن الله وإنا إليه راجعون. ايه اللي انت عملته ده يا سمونير؟ فتاح يا عليم، رزاق كريم على الصبح. ايه الدخله دي؟ مفيش صباح الخير. وهيجي منين الخير؟ الله، مالك يا بنتي؟ في ايه؟ بقى اخوك اللي من لحمك ودمك تمضيه على ايصال امانه؟ مش عيب عليك يا منير؟ الله 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 الله. تعرفته ولا ايه؟ هو في حاجه بتستخبى يا بنت؟ يا بنت انا بضمن حق انا وانتي، احنا اخوات شايف الشرع بيقول كده. بقى الراجل متعشم فيك خير تقوم تذلي نفسه وتمضيه على ايصال امانه يا منير؟ اغص عليك. بطلتي صوتك يا بنت شويه، ولمي نفسك فيه يا منير. هو انا لسه عملت حاجه وديني وما اعبد لكن قايله للحاج وحكي له على كل فضايحه واللي يحصل يحصل. اعملي اللي انت عاوزاه واعلى ما في خيلك الكبير يا منيره، وانا حر. ماشي ماشي يا ابن ام وابويا، انا هوريك انا هعمل ايه. الله يرحمك يا حسام بيه انت ومراتك. يا ما حذرته، قلت له يخلي باله من منصور، استهون بكلامي وادي النتيجه. جرى ايه يا طاهر؟
امسك أعصابك لحد ياخد باله من حاجة. ده أنت في عش الدبابير، دول علم ديابه. وهدان طاهر، أنت زفت يا طاهر، أنتم نمتم؟ إيه أمرك يا سيدي الناس. هات لي قزازة شمبانية، أصل ما جايانيش نوم واصل، عاوز أحتفل على روح المرحوم النهاردة. أوامرك يا سيدي الناس. قوام. الله يرحمك يا حسن باشي، على آخر الزمن هفرج ويسكي وشمبانيا على روحك. قوام يا طاهر. ازاي حيوان تخون أخوك وتكتبه وصل أمانة؟ وإيه الغلط في كده؟ مش المبلغ اللي طلبه كادو؟ هو تاجر من التجار اللي متعامل معاهم، ده أخوك. أنا ما عنديش في السوق أخوك ولا أبوك، إن كنت أخوات تتحاسبوا. هتفضل طول عمرك جشع وأناني. هو بلاش بلاش أحافظ على حقي وحق أختي شقيقتي. أختك منيرة شقيقتك اللي بقالك 3 أشهر ما اديتهاش شهريتها. يابا أنا عملت معاها كده علشان شايف جوزها قاعد على القهوة طول النهار شافت بطنه ومعدي، لا شغلة ولا مشغلة، وبالمرة شد عليه شوية. شد عليه ولا تشفطهم لحسابك يا ضلالي؟ أنا يابا مش حرامي، ما سرقتش حد. لا أنت فعلا سرقت، لأنك حسبتني على شهرية منيرة 3 شهور اللي فاتوا وضربتهم في جيبك. مش في جيبي يابا، أنت ما تعرفش حاجة. أنا البنت منيرة ديت عبيطة وجوزها عبيط، رحت مدبسها معايا في جمعية كده 3 أشهر وفاجئها الآخر. أنت كذاب وحرامي. وأنت طول عمرك بقى بتميز معتزل بسميحة عننا. أنت اللي طول عمرك غبي وأناني وعندك عقد نقص. عقد النقص دي اتعلمتها منك ومن أنانيتك ومن ظلمك لينا. اخرس يا كلب. أوعى تمد إيدك عليا تاني، من الصغير أنا كبرت. كبرت كبرت على أبوك يا سافل، بترفع إيدك علي وعاوز تضربني. أنا بدافع عن نفسي، أنا دلوقتي عندي 45 سنة، من الصغير أنا مش لسه في حضانة. يا ريتني ما قابلت أمك ولا خلفتك. قلبي شوية قلبي قلبي، ما بدل قلبك ضعيف كده بتدخله ليه معاك في خناقات؟ اتفضل يا سيدياب. وهدان قوم يا سيدياب. اقعد. قل لي يا وهدان، انت ايه اللي جبرك تقعد حدايا هنا وانت عارف زين ان الحكومه بتدور علي وممكن كلنا نروح في داهيه؟ انت صحيح ما خبرش انا عملتك ده ليه؟ انا اقول لك وانا عاوز اسمع. انا زي ما انت خابر وحداني، بوي ميت وامي هتشتغل خدامه حداكم في البيت الكبير، وانا صغير كنت انت دايما بتلعب معاي زي اخوك، واما كبرت خدتني معاك مصر ام الدنيا. لا عمرك استكبرت علي ولا استعليت ولا تنكورت علي زي بقيه الخلق، دايما كنت ظهري وحمايتي، اكل واشرب وانكسي من خيرك انت
وانت على قلبك كل ده زي العسل. بعد ده كله عايزني هملك لوحدك في شدتك؟ لا يا سيدي، ده انا ابقى جليل الاصل وناكل للجميل. الدرجة دي بتعزني يا وهدان؟ لا لا، اكتر بكتير. انا عندي استعداد احط حياتي في كفي وعرض نفسي للموت ولا ان مخلوق يمس لك طرف. تعرف يا وهدان، انت كبرت بنظري قوي بعد الحديد دي. دي مش حديد يا سيدياب، مش حديد، دي الحقيقة. وانا مهما عملت مش هوفيك حقك. ربنا يخليك لي يا وهدان. ويخليك لينا يا كبير. بصحتك. بصحتك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا حسام. حسام حبيبي يا حسام، انت فقت. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. رد علي يا حسام، رد علي يا حبيبي. حسام ربي يا حسام علينا، طمني يا حسام وقول اي حاجة. استنوا علي شوية، استنوا علي شوية حبيبي قلبي. الحمد لله يا رب حبيبي، حبيبي قبلي. الحمد لله سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. أيوه. يا سلام بالشفي. تسلم ايديك يا ابني. ها تحب احميك؟ لا لا بلاش دلوقتي، خليها بعدين. طيب اللي تشوفه ياب بالاذن. بقول لك ايه؟ ايه اخوك كامل فين؟ تلاقيه متلجح على القهوة، ما انت عارف لا شغله ولا مشغله. مالكش بركة الا هو ده، مهما كان اخوك الصغير ده غلبان، ملوش حد بعد الا انت. خلاص بقى خلاص، ما تكرهنيش فيه اكتر ما نكرهه. خلاص هخلي بالي منه عشان انت عايز كده. ما تقلقش، انا اهم حاجة عندي دلوقتي ان انت تنام وتستريح. فعلا أنا عايز أنام وأستريح. يا حبيبتي يا ماما اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله يا عصمة تاني. طب والله أنا حزينة عليها أكتر من حزنك عليها. وانت يا حبيبتي اللي حزنك؟ ما انت ابنك عايش والحمد لله. قصدك ايه يا عصمة تاني؟ قصدي انت عارفه كويس قوي ده اسلوب تكلميني بيه وانا جايه اعزيكي ببنتك اللي هي كانت مرات ابني. اديكي قلتي كانت. ما تجيبي من الاخر وتقولي انت عاوزه ايه، بدل ما انت عماله تلفي وتدوري في الكلام. عايزه اقول ان ابنك سيادة المقدم المحترم هو السبب في موت بنتي. حسام؟ وفي غيره؟ كان وشه أزم السعد علينا كلنا. يا ماما ما يصحش كده. اسكت انت. يا طنط، يا طنط اللي حصل ده كان قضاء وقدر، واللي حصل لحسام ما كانش شوية. ما تقلقيش، بكرة يقوم لكم زي الجن. لا انت زودتيها قوي يا عصمة تاني، بس انا عارفة ان الدنا غالي وعشان كده هقدر موقفك. عن اذنكم. ثواني يا طنط، هاجي اوصل حضرتك. لا يا حبيبي كتر خيرك، انا نازلة لوحدي. حقك عليا يا ماما. ليه يهمك يا حبيبتي؟ انا اسفه.
ما كانش صح يا طنط انك تكلمي ماما بالطريقه دي، وخصوصا يعني انها في بيتك. يا شيخه انت رخره. انا داخله اوضتي. الحمد لله على السلامه يا حسام، نورت بيتك. يا حسام بقولك نورت بيتك. توحد الله كده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا عارف إن الصدمة كانت شديدة، بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله، نعم بالله. بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول، على الاقل تبقى وسطنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا هبات هنا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسين، سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ انت مش مصدق ان انا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى. انت فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما اتجننش، هبات مع سلمى وانت روح. سامع صوتها بتنده اللي جوه، روح انت عشان ادخل لها. حسام اديني جيت البيت يا ست، انت فين بقى؟ فين؟ سبتيني لوحدي ومشيتي؟ كده يا سلمى؟ وانت عليكي؟